مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد مع انطلاقة شوطنا 12 للجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ومسافتنا هي المقررة والمعتادة 6 كيلومتر. نذهب إلى مقدمة الشوط، نعلن اللي في المركز الأول من ينطلق متعب، تعود الملكية اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن سالم مليني يتولى عملية التضمير. الدردور المركز الثاني وارا نشوان لهجن الرياسة، عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي يتابع الانطلاق لنشوان يتولى عملية التضمير. الدردور المركز الثالث وارا مشاهدينا الكرام الراعبي، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والعناية التامة. انتقل مباشرة إلى رابع المراكز وراء هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد، مختار بن أحمد من يتابع يتولى عملية التدريب والعناية التامة. الدردور المركز الخامس وصل هنا موادع لهجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يتولى عملية التضمير، ولكن التغيير يبدو مع المركز الخامس. من يغير الأمور هنا عنيد لهجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التدريب والتضمير. سادس المراكز من يأتي موادع لهجن الرياسة، راشد بن يتولى عملية التضمير. المركز الثالث نشوان لهجن الرياسة، عيسى بن سعيد الخيلي، ولكن وين المغادرة؟ أموادع 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 مشاهدين الكرام، بدأ يعلن الإبداع، بدأ يعلن المغادرة، بدأ يعلن الاتجاه. يا سلام يا سلام، المستحيل يا راشد يا بن محمد يا بالسم المنصوري يتابع انطلاق أموادع مشاهدين مشاهدينا الكرام. واتى بالكثير في هذا المساء، ولكن ينطلق انطلاقه الفوز، انطلاقه الناموس، انطلاقه الانتصار. تهانينا والناموس الى هجن الرياسه، واليك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. اسعد الله مساك على هذا الابداع، تهانينا والناموس. المركز الثاني نشوان لهجن الرياسه، والمركز الثالث راهي لهجن الرياسه من حل رابعا عنيد لهجن الرياسه، والمركز المركز الخامس اتى منور لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين والمنتصرين في هذا المساء، ولكن التهنئه والناموس والفوز والانتصار في انتظار التوقيت الزمني لموادع لهجن الرياسه للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. في انتظار التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لموادع، تهانينا والناموس الى هجن الرياسه والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هاي امامكم الاعاده مشاهدينا الكرام عبر سيده القنوات الرياضيه، قناه ابو ظبي الرياضيه التابعه والناقله لهذا الحدث من هنا من عاصمه الميادين ميدان الوثبه الذي يشهد هذه الانطلاقات لاصحاب سمو الشيوخ. 9 دقائق 19 ثانيه، 6 أجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرياسه والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار المميز. من حلة ثانية المشاهدين الكرام، وأتى في المركز الثاني مشاهدين الكرام اللي هو راهي لهجن الرياسة مشاهدين الكرام، وفي انتظار التوقيت الزمني لراهي من حلة ثانية. نشوان مشاهدين الكرام في انتظار المركز الثاني، مخرجنا عطنا المركز الثاني اللي هو نشوان. هو امامكم 9 دقائق 21 ثانيه، 7 من الاجزاء. تهانينا والناموس لعيسى بن سعيد الخيلي على هذا الفوز والانتصار بالمركز الثاني. المرحله الثالثه راهي لهجن الرياسه، تهانينا والناموس للسيل بن احمد بن دري الفلاحي، 9 دقائق 22 ثانيه، جزئين من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.